في عناوين النشرة: مبادرة لإعادة الحياة إلى أسواق طرابلس. بس بدنا شوية أمان وكل شيء بيرجع مثل ما كان، ما بدنا أكثر من هيك. الجيش يقبض على مزيد من المطلوبين والأسلحة. ريفي يبرئ مرافقه. أنا لن أدعي، بس بتصور مؤهل أول دي باللي طالته الصحيفة وتعرضت لكرامته لسمعته، حقه الطبيعي أنه يدعي. زهران عن بلال دقماق: مغتصب وسائق أجرة. هل الذي يغتصب امرأة في بيتها الزوجي يستحق أن ينال لقب الشيخ وأن يكون واجهة للعمل الدعوي؟ في الخاص: النواب المسيحيون يتمنعون وهم راغبون. نحن ليش كمان ليش عم ننقد حالنا؟ نحن ضد التمديد وبذات الوقت ضد كيف بدنا يعني ما نوقع بالفراغ. النصرة تطرد ثوار سوريا من جبل الزاوية. اعتقال الناشطة السعودية سعاد الشمري بتهمة التطاول على الإسلام. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.